قال السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سليمان في تصريح خاص لبرنامج بعد المداولة أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق، خصوصا في سير الانتخابات البرلمانية المقبلة، داعيا العراقيين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات. من وجهة نظرنا أن التدخلات في العراق غير مسموح بها، ولكن هم شعب العراق وحدهم من يقررون شكل الحكومة القادمة. نحن لا نسمح بأي تدخلات ممكن أن تحدث لطرف على حساب الآخر. أن الانتخاب هو حق وأيضا مسؤولية للشعب العراقي، وأنا أطلب من العراقيين، الشعب العراقي العزيز، أن يقوموا بانتخاب ليس الأحزاب التي تمثل نفسها، ولكن انظروا إلى أهداف هذه الأحزاب وبرامجها الانتخابية. عندما تقومون بالانتخاب لا تنظروا إلى الوراء، إلى الماضي، انظروا إلى المستقبل، انظروا إلى انتخاب أيهم يمثل أفضل مصلحة للعراق المستقبلي، يعبر عن رغبة وإرادة الشعب العراقي وليس أحزابهم. وطلب السفير